مشكلة من المشاكل الكارثية اللي بتقابلني وبتقابل ناس كتيرة جدا بتكلمني، هوهوة الكلاب، ان الكلب بيهوهو كتير. لازم تعرف سبب الهوهوة ايه علشان تعرف تعالجه، وعموما ده انت بتعمله في اي حاجة مع الكلب، اي سلوك مش عاجبك مع الكلب لازم توصل سببه ايه فتعالج السبب، فبالتالي السلوك ده يبتدي المعدل بتاعه يقل لحد ما يختفي مع الوقت، مع التركيز على السلوكيات الكويسة اللي انت عايز الكلب يكمل عليها. مشكلة الهوهوة لازم تعرف سببها. لو الكلب محبوس قاعد في جنينة لوحده ولا قاعد في بلكونة لوحده، طبيعي ان هو يهاهو. تقريبا انا من اسف ان انا اقولك ان هي ملهاش حل. الكلب كائن اجتماعي، لو انت شفته او بصيت على الكلاب اللي في الشارع، مستحيل تلاقي كلب عايش لوحده، هتلاقي الكلب عايش مع الكلاب التانية، عكس القطط مثلا. القطط كائنات الى حد كبير انطوائية، فالكلب محتاج ان هو يكون معاه افراد بيحتك بيهم وبيتعامل معاهم. فلما بتجيبه وتحبسه هو هيفضل يستغيث ويفضل يهوهو ويفضل يعمل كل حاجة في الدنيا علشان يخرج ويبتدي انت تتعامل معاه تاني. ولما الكلب بيهوهو وانت بتلبيله ده وبتدخله، فانت كده بتعلم الكلب ان هوهوته دي بتجيبك انت في النهاية وتخليه يعمل اللي هو عايزه. الكلب لو بيهوهو علشان هو مسيطر عليك او بيتحداك، لما تبص في عينه هيهوهو اكتر. الكلب بيهوهو علشان طالب منك حاجة معينة. من الذكاء انك لما تيجي تدرب كلب من وهو صغير ما تعلموش ان هو هيهو علشان ياخد حاجه. يعني انا شايف الكلب مثلا في حاجه معينه عايزها، لعبه بتاعته انا حاططها فوق ترابيزه عاليه، فهو راح وقف تحت الترابيزه، انا شايف ان الكلب هيهو في خلال 5 ثواني، ما استناش ان الكلب لما يهو بعد كده اديها له. من الذكاء ان انا اروح رايح جايب اللعبه ومديها للكلب قبل ما يهوهو، وانا كده علمته ان السكوت فيه فوائد، علمته ان وقوفه وانتظاره تحت الترابيزه فيه فوائد، مش ان هوهوته وطلبه للحاجه هي اللي هتحقق له اللي هو عايزه. لما يكون الكلب مثلا بيعترض على حاجه معينه، هو عايز يطلع يجري وانت بتقول له ست، فهو بيهوهو، فانت ما بتستحملش الهوهوه، ففي الاخر بتسيبه هو ينفذ اللي هو عايزه. انت كده دربته ان هو يفضل مكمل في اللي هو عايزه، مكمل في السلوك اللي انت مش مرغوب بالنسبه لك ان هو بيهوهو، يفضل مكمل في السلوك ده، لعشان في النهايه هيحصل اللي هو عايزه وانت هتزهق وهتسيبه يمشي. هو ما بيبصلهاش كده بقى الكلب، هو الكلب بيبص لها ان انا مطلوب مني ان انا هوهو كتير علشان في الاخر يحصل لي اللي انا عايزه، مش مطلوب مني ان انا هوهو مره، ومش مطلوب مني بالتالي طبعا ان انا اسكت. فانت من البداية اثر على نفسك الكلام ده كله، ركز مع الكلب، اعرف الكلب عايز ايه، حقق له اللي هو عايزه قبل ما يهوه، لحد ما تعدي السن الحرجة اللي هو يبتدي يكون فيها شخصيته بناء على الخبرات اللي بيستنتجها من رياكشناتك انت ليه او ردود افعالك لتصرفاته.